Ladies and gentlemen, please welcome. السيدات والسادة، من فضلكم رحبوا من الإمارات العربية المتحدة جون ديفتيريان. صباح الخير أيها السيدات والسادة، من دواعي سروري أن أعود مرة أخرى إلى مصر، وطبعاً أن أكون موجوداً هنا في شرم الشيخ. سوف أقيم لحظات قصيرة. يمكن أن نبدأ أولاً بدعوة الضيوف. سوف نستمع إلى الكثير من المتحدثين. استمعنا هذا الصباح إلى معالي رئيس الوزراء إبراهيم أحلب حول الخطة المستقبلية وما تحدث عنه الوزراء المختلفين المتعلقة بالخطط التي ستجذب الاستثمارات الأجنبية. واستمعنا أيضا إلى أن هناك الدعم الذي قدم من المملكة العربية السعودية، واستمعنا إلى معالي وزير المالية في المملكة العربية السعودية ووزير الدولة من الإمارات العربية المتحدة. طبعا كل هذه الأشياء مهمة. ما يحدث هو أن هناك أيضا مساندة كبيرة من الدول الخليجية. على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية كان هناك التزام كبير، ولكن أن ننتقل من هذه النقطة إلى الأمام، تتطلب أيضا أن يستثمر القطاع الخاص في السوق المصري الذي يوجد به تقريبا 90 مليون مستهلك. مصر كان بها في الأشهر الماضية الكثير من الانخفاضات فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكن ماذا عن الطريق المستقبلي للقطاع الخاص وما الذي سيفعله القطاع الخاص لهذا الاقتصاد؟ لقد تحدثنا عن نسبة سكان كبيرة وأيضا سوق تصل إلى أوروبا بشكل سهل وسريع، وكيف يمكن أن يكون لدينا السياسات المشجعة للقطاع الخاص. سوف أبدأ بالضيف الأول الذي سوف أتحدث معه لمدة 10 دقائق، ثم سوف أقوم بتقديم باقي المتحدثين. إنه المسؤول التنفيذي لإحدى الشركات الكبرى التي يعمل بها أكثر من 300 ألف موظف ولديها إيرادات كبيرة جدا. دعونا نرحب بجيف إيملت، رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي لجنرال إلكتريك. Okay, this is a special treat to take a look. والآن ننظر إلى الطريق المستقبلي لمصر. لدينا 8 دقائق لا غير. أولاً، هذا نقاش مهم لأننا أمام سوق الآن يواجه 4 سنوات رائعة مر بها، تبادل فيها على هذا البلد 3 رؤساء، وهكذا فهناك احتمالات كثيرة لهذه الدولة. فما الذي تراه يأتي في المستقبل؟ الإجابة، أولاً بالنسبة لشركة كبيرة مثلنا جنرال إلكتريك، فنحن ندرس هذه التطورات قصيرة المدى في البلاد، إننا ندرسها على المدى الطويل فقط. وهكذا فإننا ننظر إلى مصر، ولدينا وجود ضخم جداً تمثله مصر على مدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومصر قطعة صغيرة في هذه الصورة التي تتكون من جزئيات كبيرة. وهكذا فإن اشتراك شركات كثيرة في هذه المنطقة يقوم على أساس من التحديات الموجودة على نطاق البنية التحتية وبعض التنظيمات، وهكذا فهو وقت ملائم للدخول في هذا السوق المصري. إننا لا نتوقع بالطبع أن يتم إنجاز كل يوم بشكل رائع وبشكل كامل، ولكن الخطوات الصغيرة سوف توصلنا. سؤال: الاستثمارات تحقق الاستقرار، ولكن بالنسبة لمن يعملون في مجال الاستثمار في مصر يقولون أن الديمقراطية قد فشلت وهي لم تنجح في هذه الدولة مع هذا العدد الضخم من السكان. فماذا ترى بالنسبة للانتخابات مثلا القادمة وبالنسبة لخريطة الطريق؟ يقول: أعتقد أن هذه
العبارات السياسية لا تفيد، إن الوجود في مجال الأعمال هو الذي يقدم لنا الإفادة، إننا نريد أن ندرب الناس ونثقفهم ونحقق تطورات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة من أجل الإصلاح الاقتصادي. نحن لا نعيش في عالم متقلب، ولكن دائما ما يكون هناك تغيرات في العالم، ولكننا نجد طريقنا وأيضا نعمل في مجال الاستثمار رغم كل الظروف وهكذا. فإن التغيرات تجري في كل لحظة. فمثلا يمكن أن أقول سوف أستثمر 2 مليون دولار في مصانع في مصر. لا يمكنني أن أقول بجرأة أنني سوف أستثمر 2 مليون دولار في مصر ما لم أكن قد رأيت بعيني ما يضمن لي نجاح مشروعاتي. وهكذا التطورات التي تجري في الأعمال أمامنا على الساحة المصرية تشجع أي مستثمر في كل مكان نتواجد فيه. نحن نحاول أن نرى هذه التطورات وأيضا أن نكيف أعمالنا. سؤال، من فضلك أعطينا فرصة عن 2.6 جيجا وات التي سوف تقدمونها من خلال مشروع يخدم 5 مليون شخص. هذا مشروع ضخم، فما هي الخطة الزمنية؟ الإجابة، هناك 100 جيجا وات في المشروع، ولكن هناك عجز يصل إلى 100 مليون جيجا وات، ولكننا نحاول أن نتوصل إلى شبكة قوتها أضخم من ذلك في إفريقيا وفي مصر، فحتى نخدم المصريين ونقدم لهم الكهرباء التي يحتاجونها. فإن جنرال إلكتريك شركة ضخمة وهي واثقة تماماً في السوق المصري، ولدينا آلاف من المشروعات في السوق المصري. أخبرك أنني أعلم هذا بشكل جيد. أنا أعلم أهمية هذه الكهرباء بالنسبة للشعب المصري، وأنا لن أخذلكم أبداً. سوف أنفذ هذه المشروعات بنجاح. سؤال، يبدو هذا سؤالاً سهلاً، ولكن لماذا أتيتم الآن إلى مصر مرة أخرى بنطاق واسع وهو يصل إلى 2.6 من الجيجاوات؟ فما هي البنية التحتية التي طمأنتكم للدخول إلى السوق المصرية مرة أخرى وإلى المنطقة، رغم أن هناك بعض التحديات الأمنية وغيرها؟ يقول، إذا نظرنا إلى العقد الماضي كله، فإن إفريقيا في الشرق الأوسط، هذه المنطقة كانت المنطقة الأكثر نمواً والأسرع نمواً في العالم بالنسبة لأعمالنا في جنرال إلكتريك. وهذه التحديات تجري أو تجدها في كل مكان في العالم. هناك حروب، هناك زراعات، ولكن نحن نعيد بيع البنية التحتية، الرعاية الصحية، الطيران، السيارات، وهذه بالطبع احتياج، لديها احتياج كبير في هذه المنطقة. فمثلا جنرال إلكتريك شركة كبيرة، نحن نرحب بالعمل في مصر، ولكن كيف يمكننا أن نمول هذه المشروعات وننفذها في السوق المصري؟ هذا هو السؤال. سنحاول أن نأخذ بعضا من أموالنا ومصادرنا ونضعها داخل هذه المعادلة. فالمسألة ليست معركة تقنية. أنتم تعلمون مثلاً ففي الإمارات العربية المتحدة هناك إدراج أو هناك إدماج لمصر في هذه الصورة العربية والشرق الأوسط وهكذا. فشركات كثيرة مثلنا من شركاتنا تعرف كيف تقوم بهذا العمل، ونعرف أيضاً العمليات السليمة التي نقوم بها، ولكن المديرين التنفيذيين هم الذين يقولون لنا متى نصنع الخطوات المطلوبة. سؤال، إذن هناك التزام من دول الخليج، شكرا لكم، هناك التزام من دول الخليج واهتمام، وهو بالفعل عبارة عن 23 مليون دولار على مدى 12 شهرا. فماذا، ما رأيك في ذلك؟ أنت تعلم أن هذا هو الوقت المناسب للمستثمرين من هذا العالم في مصر. يقول، إذا جمعنا رأس المال فنحن نحتاج إلى رأس مال عالمي، وأنا واثق أنه سيكون رأس مال عالمي. فإذا كان لدينا مثلا، لنأخذ نطاق عالم الطاقة، فهناك اتفاقيات جيدة إذا تم عقدها بالنسبة للتعريفات والجمارك، وأيضا إذا أدمجنا أو أشركنا البنك الدولي والسعودية والإمارات العربية المتحدة. حين أقرأ الأخبار المالية يوميا أرى
أننا هنا بالطبع وكأن العمل كله يدور في هذه المنطقة. إذن فهناك خطط مالية مطلوبة لوضعها لهذه المنطقة، ثم نتحلى نحن بالمرونة. نحن نحتاج إلى الجميع، نحتاج للشركات أن تستثمر، نحتاج إلى البنوك الأمريكية والأوروبية، نحتاج البنك الدولي، وهكذا يمكننا بعد هذا أن نجمع كافة تكتلات الشركات معا من أجل بناء شركات الطاقة. سؤال: لدينا أيضا قضية إيران، فما هو الخلاف في الكونغرس ما إذا كنا نستمر في النقاشات مع الإيرانيين؟ فبعض رجال الأعمال يقولون أن إيران مثلا هل يجب أن ندمجها في هذه الصورة أو ندرجها أم لا؟ فما الذي تفضله أنت؟ يقول: أنا رجل أعمال متواضع، ولكني أنا أعرف الرجل ده كويس، أعلم هذا الرجل. أنا يقول أنا يعني بيشتغل في 50 مليار دولار، حاجات بسيطة. لقد سمعت وزير الخارجية الأمريكية وهو يتحدث بالأمس، ولكن كما تعلمون أنا يمكنني أن أذهب إلى أي مكان لأبيع البترول وأبيع الغاز وهكذا. أنا مستعدة للتعامل مع كافة الناس. يقول: إذا لكن هناك صراع كبير، فماذا ما رأيك في هذا الاقتصاد؟ يقول: كلما فتحنا الباب للتعاون الاقتصادي في أي مجال فأنا أرى أن هذا في الصالح. فهؤلاء من يجلسون هنا اليوم يطلعون على هذه المعادلة، وهناك شيء اسمه الأمن القومي، وأنتم تشعرون به في هذه المنطقة، وأنا ليس مجالي لكي أتحدث فيه. هناك من هم أقدر مني للحديث في هذا الأمر، ولكن التجديد والإبداع في الاقتصاد هو المطلوب. فإذا استطعنا أن نحقق هذه الروح للابتكار يمكننا أن نفتح الأماكن التي نحتاجها. هذا يجعل من العالم أكثر أماناً. أنا أعمل منذ 32 عاماً في الجنرال إلكتريك، ورأيت الكثير، وأنا أعتقد أن الانخراط السياسي ما بين الأعمال الكبرى والأعمال الصغرى تكمل المعادلة في أي مجتمع. أرجو ما كنتش دخلت نفسي بمتاعب. آخر سؤال سيدي، أنت بالطبع عملت على مدى 30 عاماً مع هذه الشركة، وأخذت منك الدم والدموع كما يقولون. يقول: إنني شاب صغير، نحن نعمل في هذا العالم، إن القادة والزعماء 80 و90 سنة، أنا لسه صغير، أنا بيبي لسه. لا أدري لماذا تخاطبني وكأني رجل عجوز. أعتقد أن هذا يوضح الصورة سيداتي سادتي. فإذا تقاعدت مبكرا من جنرال إلكتريك فكيف ستكون الصورة؟ شكرا، أرجو أن ترحبوا معي به وتحيوه. شكرا جزيلا لك سيدي. دعوني أرحب باقي المتحدثين اليوم وأدعوهم إلى المنصة. فمصر هي بوابة كبيرة، ويمكن أن نأخذ الآن استراحة صغيرة. دعونا نرحب سير سوما شكرباتي، رئيس البنك الأوروبي للتعمير والتنمية. أيضا لدينا السيد محمد العريان من أليانز الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا ليكي بينغ، نائب رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي للاستثمار من مؤسسة الاستثمار الصينية. ولدينا أيضا شخص ذو خبرة عظيمة، أيضا بول بولمان، المسؤول التنفيذي ليونيليفر المملكة المتحدة. شخص آخر أعتقد موجود ولديه مشروع كبير أيضا يخطط له لمصر، أعتقد السيد محمد الألابار. محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للعقارات الإمارات العربية المتحدة. إلى أين أنت ذاهب؟ نحن نعرف أن لديك مشروع كبير، لا يمكن أن تستخدم بابا مختلفا، تفضل من هنا. شكرا جزيلا.
أعرف أن لدينا أحد المتحدثين الذي سيغادرنا لاجتماع مع رئيس الوزراء بعد 15 دقيقة. سيد سوما، هل هذا أنت من ستغادرنا؟ حسناً، هو لن يغادرنا دون استئذان، ولكن هو لديه اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء، لذا سوف نبدأ بتوجيه الأسئلة إلى السيد سوما أولاً. شكراً. لدينا مجموعة رائعة للمناقشة. كنت أتحدث مع السيد إملت وعن حجم الاقتصاد المصري. السيد سوما، بما أنك كنت مسؤولاً في البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، أنت تحدثت عن إعادة توجيه البنك من فقد التركيز على أوروبا الشرقية إلى شمال إفريقيا، وذلك لمساعدة دول الربيع العربي. أي مرحلة الآن أنتم فيها فيما يتعلق بمصر وتمويلها ودعم المشروعات الخاصة بالبنية التحتية كتلك التي تحدث عنها جيف؟ منذ 2.5 عامين نحن نعمل في مصر، ولدينا بداية قوية خاصة في آخر 9 أو 6 أشهر. إن تقريبا 750 مليون يورو تم استثمارها في الكثير من القطاعات. وكما تحدث جيف، فإن الطاقة والكهرباء أحد القطاعات الرئيسية، والخدمات البلدية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ما نسعى إليه هو خلق مزيد من فرص العمل. أيضا ما هو مهم ليس ما حققناه، ولكن ما سيأتي من البنك تجاه مصر. الحكومة الآن تقوم بعمل الخطوات الملائمة في الإصلاح، وقد جذبوا الكثير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. إذن هناك روح إيجابية ولدينا تعاون إيجابي. هل لديكم خطة طريق واضحة؟ لقد كان هناك من يقول أننا نحتاج إلى معرفة خطة 5 سنوات المقبلة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية وأيضا الحد من الإجراءات البيروقراطية. هل لديك رؤية واضحة حول ما سيحدث في مصر بعد 5 سنوات؟ منذ وجودنا في الأشهر الماضية هناك اختلافات كثيرة حدثت في قانون الاستثمار وأيضا السردية الاقتصادية والاجتماعية. الآن بدأت في التغير. الكثير من الناس يشعرون بالخوف من التغيير، والحكومة بدأت الآن في عمل صورة جديدة. التغيير مؤلم طبعا. أولئك الذين سيحصلون على دعم الطاقة سيتوقف هذا بشكل تدريجي، ولكن هذا سوف يمهد الطريق لكيفية المضي قدما في السنوات الخمسة المقبلة. إذن سيد العبار، أود أن أعود إليك وأنتقل إليك ونتحدث عن مشروعك. دعونا نبدأ في الحديث عن المشروع الجديد، ثم سنتحدث عن استثماراتكم السابقة في مصر. كابيتال كايرو، عاصمة القاهرة الجديدة، هل ستكون مثل ما حدث في وسط مدينة دبي؟ هل سوف يكون هناك ناطحات السحاب التي يمكن أن تجذب الملايين سنويا؟ أعطينا فكرة، لماذا رغبتم في أن تقوموا بعمل مشروع كبير وأن تدخلوا في هذا المشروع؟ أعتقد أن من يفهمون فلسفة الاقتصاد المصري، وأنا أعرف أننا نفهم حجم وعمق هذا الاقتصاد لأننا عملنا في مصر منذ 9 سنوات وفهمنا العملية البيروقراطية كما تسموها، وعرفنا هامش الربح وعرفنا كيفية التعامل مع البنوك. لذا أعتقد أننا لو نظرنا إلى كل المراجعات التي تتم على مصر فيما يتعلق بحجم الاقتصاد وتعداد السكان، سنجد أن مصر هي من أهم 20 اقتصاد في العالم. هذا حسب آخر تقرير لـ HSBC. لو تحدثنا عن قاعدة السكان في القاهرة ومصر أيضا، فهذا سيجعلنا نسير في اتجاه مهم جدا. إذن كما ذكرت، أنت تحدثت عن البنية التحتية. لو تحدثنا عن الاحتياجات الأساسية للبنية التحتية لمصر، فهذا سيجعلك على المسار الصحيح. لقد رأيت هذا وأعرفه تمام المعرفة، ولكن لماذا يجب أن نبدأ وندخل في مشروعات كبيرة مثل تلك التي دخلنا فيها؟ لأننا نحب المشروعات الكبيرة، نحب المشروعات الكبيرة في الأماكن الكبيرة. إذن نحب أن نقوم بالمشروعات الضخمة في الدول الضخمة التي نعرف فيها اقتصادها ونعرف شعبها ونعرف مدى تحمس الحكومة للمضي قدما إلى الأمام. لذا نحن في المكان الصحيح، الأخذ الصحيح للمخاطر، وأيضا كل التحليلات التي قمنا بها.
هل تشعر أن هذا الأمر سينجح؟ هذا دائما سؤال يوجه إلينا. كل التحليلات في نهاية المطاف أمر مختلف عن شعورك، هل ترغب في أخذ المخاطرة أم ماذا؟ في مصر سنأخذ أي مخاطرة في أي يوم وفي أي عصر. إذن لدينا عمليات في تقريبا 50 دولة، ولكن سيستغرق الأمر 6 سنوات في كندا أو أمريكا لكي أحصل على ترخيص البناء. في مصر 5 أشهر فقط، 5 أشهر فقط. إذن أقول استمعوا، إذا كنتم تعرفون الشرق الأوسط، لو فعلا ترغبون في النمو، لو ترغبون في نسبة عائد على الاستثمار قوية، مصر في الشرق الأوسط هي المكان. لذا كل الأساسيات موجودة، الحجم كبير، والحكومة تقوم بالإجراءات الصحيحة، وكرجل أعمال الأرقام منطقية. ولكن هل لدي عواطف ومشاعر قوية؟ طبعا تجاه مصر لدي مشاعر قوية جدا، لأكون صادقا معك. إنه يتحدث عن وسط مدينة دبي، حيث قمنا بعمل هذه المبنى رائعة وهي ناجحة. صحيح العام الماضي كان هناك 80 مليون شخص، قد يصل إلى 90 مليون شخص قاموا بزيارتها. ولكن لو تحدثنا عن المدينة، مدينة القاهرة التي يجد بها التنوع الرائع الذي نراه في المجتمع المصري، نود أن نكون موجودين. وأعدكم أن هناك قدرة على الوصول إلى هذه الأشياء، تنوع الثقافة والمجتمع هو ما سيجعل هذه العاصمة الجديدة شيئا أعدكم، سوف يكون فعلا رمزا وسوف نقدمه لكم. لقد قمت برفع سقف التوقعات جدا هنا. نعم، الناس يشاهدون الأرقام على مدار الأشهر والسنوات الماضية ويعرفون سجلاتنا وإنجازاتنا، وأعتقد أن الأمر في مصر سيكون ناجح جدا. إذن دعنا نتحدث عن تجربتك السابقة. لقد رأينا أن هناك الكثير من عدم الاستقرار السياسي الذي حدث، وكان الأمر صعبا على مصر أيضا. قل لنا، لماذا لم تنسحب وقررت أن تبقى في مصر، وماذا كان العائد عليك من البقاء في مصر؟ الأمر سهل وبسيط، لقد عشت 7 سنوات في سنغافورة، ودائما ما أنظر إلى إندونيسيا وتعداد السكان بها وأراه أمرا رائعا، وأقول لأصدقائي الصينيين إندونيسيا هي المكان، لا يوجد أي صعوبات في إندونيسيا. ولكن 250 مليون شخص في إندونيسيا يجب أن يتحركوا في أماكن مختلفة كل يوم. ولو نظرت إلى مصر ستجد أن الناس في مصر يأخذون أولادهم إلى المدارس ويحتاجون إلى الخدمات الطبية وما إلى ذلك. فلسفتي من مشاهدتي اليومية أننا فعلا كإدارة قررنا أننا لا نعتقد أبدا أن المصريين سيحتاجون الحصول على الفيزا الخاصة بالشنغن للدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. السكان تعدادهم ضخم ولدينا سوق كبيرة، إذن لا يمكن أن نسير عكس الطبيعة. قلنا حسنا، سوف نستمر في مصر، واستمرينا في عمليات البناء والتشييد في ذلك الوقت الذي كان به عدم استقرار. وبعد ذلك كان هناك أيضا بعض المعوقات، ولكن تم إزالة كل المعوقات التي واجهناها على مدار العامين الماضيين. هل يمكن أن تظل معنا؟ لا، يجب أن أغادركم. حسنا، شكرا جزيلا، سعدنا بلقائك، شكرا جزيلا. He was the last one to take the stage and the first one to leave. كان آخر واحد جلس على المنصة وأول واحد غادرنا.
وكان من الرائع أن نستمع إليه، خاصة المشروع الضخم الذي سيقوم به. سأنتقل إلى السيد محمد العريان النجم المحلي. الكل كان يسعى إلى الحديث معك. أنا أجلس هنا وأقول أن جون، أتمنى ألا يوجه لي السؤال التالي، من فضلك اذهب إلى شخص آخر. لقد قلت أنني سأنتقل إلى النجم المحلي الآن. إذن أنت شاهدت هذا الاقتصاد ومسار الاقتصاد المصري، إلى أين نذهب الآن؟ في تغطيتي للسي إن إن بالأمس من هنا كنت أقول أن هذا تقريبا مؤتمر تحدي. في الأسبوعين الماضيين كان هناك انفجارات وكان هناك عدم وضوح رؤية لأربع سنوات، ولكن الناس فعلا جاءوا إلى هذا المؤتمر، وهناك اتفاقيات تجارة ووصول إلى الاتحاد الأوروبي والدول الخليج. إذن هي نقطة تحول للسلع والخدمات. إلى أين نحن متجهين؟ إن هناك حاجة أن نقوم من الآن حتى 2019 بالحصول على استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 60 مليار دولار. أين نحن الآن؟ أرى الآن أن مصر هي في مرحلة تحول اقتصادي عظيمة سوف تسمح لها بالوفاء بطموحات شعبها، وسوف تسمح لها بالارتفاع في التصنيفات الدولية. لو مثلا كنا نرغب في عمل مسح على الأشخاص الذين يجلسون في هذه القاعة، هل تعرف أكثر شيء يثقون فيه؟ فرص مصر المستقبلية. ومثلا هذا اقتصاد عانى بشكل مزمن من ضعف الأداء، ولكن الشيء الإيجابي أنك لو نظرت إلى سمات ومميزات البلد، رأس المال البشري والتعداد السكان وتنوع وإتاحة التمويل، لو قمت بأخذ هذا في الاعتبار ستجد أن أرقام النمو المحتملة ستكون كبيرة جدا، الفرص كبيرة جدا جدا. واستمعنا إلى هذا مرارا وتكرارا على مدار 24 ساعة الماضية. معظمنا يتفق على أن هناك تغير أساسي في تصميم السياسات الاقتصادية. لقد راقبت مصر لفترة طويلة، ومن المشجع أن نرى ثلاثة أشياء تحققت. أولاً، إطار اقتصادي كلي، مقصد يعرف الناس إلى أين يسيرون ولماذا. لا يأخذ أي شخص رحلة دون أن يعرف مقصدها الأخير. النقطة الثانية، وهي البرامج والتقدم القطاعي. لقد تحدثنا الآن الاهتمام بالطاقة، التعليم، الصرف الصحي، البنية التحتية، وهي أشياء مهمة لأنها لا فقط تافي بالمتطلبات الاقتصادية ولكن تحقق أهدافا اجتماعية. النقطة الثالثة التي جاءت، البيئة المواتية التي تسمح للقطاع الخاص بالعمل. سمعنا إلى قانون الاستثمار وأيضا الضرائب الخاصة بالشركات وغيرها من الإصلاحات. إذن أين مواطن انعدام الثقة أو عدم وجود ثقة كاملة؟ السؤال، هل سوف يتم تنفيذ كل هذه الأشياء؟ لو نظرت إلى كيف تتعامل الحكومة مع كل هذه الأشياء، هي سنجد أن هذا سيؤدي إلى مزيد من الثقة في التنفيذ والتطبيق. يجب أن نؤسس التنفيذ، يجب أن يكون لدينا مؤسسات تخدم ليس فقط مجموعة بعينها ولكن السكان بأسرهم. النقطة الثانية، يجب أن نتأكد من أن الدعم الخارجي سوف يكون أكثر من مجرد صداقة جيدة. النقطة الثالثة، يجب أن نكمل المشروعات الكبرى والضخمة بالكثير من المشروعات المكملة الصغيرة والمتوسطة، أمر مهم جدا. الشيء الذي نحن أقل أو أكثر ثقة بشأنه هي النتائج. الناس سيقولوا لو قمنا بعمل كل هذه الأشياء هل سيكون هناك تغيير؟ التحليلات الاقتصادية بها بعض اللبس. إذا ما عملنا كل هذه الأشياء، في الواقع اقتصاد مصر سيتحول بشكل كامل، والمستفيدين لن يكونوا فقط هذا الجيل ولكن الأجيال المستقبلية. شكراً. السؤال الآن أطرحه على جيف إيميل أيضا. أذكر شراكة دوفال التي ذكرت في اجتماع الثمانية الكبار،
وقلتم أنكم سوف تقدمون هذا النوع من التمويل، وكل الناس نظروا إليكم وانتظروا تطبيق هذا أو تنفيذ هذا التعاون في الإمارات المتحدة وكذا، وأن تملأوا هذا الفراغ. إذن فهل هي سلسلة جديدة لم تدخل فيها مصر؟ فلم تكن قد اقتربت أساساً من تحقيق الهدف الأولي. يقول السبب واضح، فهناك توقف مفاجئ في الاقتصاد. مثلاً تخيل أن أحدهم قد أصيب بسكتة قلبية، فكيف يمكنك أن تستأنف العمل؟ الأمر يأخذ بعض المراحل، وتدريجياً سوف تتمكن من مواصلة النشاط. فأول من يتحرك هو من يقدم المعلومات، فهناك السعودية والكويت والإمارات العربية، واستمعت إليهم وعرفت أنهم يعرفون مصر بشكل رائع وكبير، وهكذا كانوا أول من تحرك من أجل مرحلة التحول. النقطة الثانية أو الحركة الثانية كانت البورصة مثلاً، انظر إلى نشاط البورصة. أما الخطوة الثالثة فهي الدول الأخرى والأعمال الأخرى، ولكن أهم متحرك في هذا الأمر كما قال رئيس الوزراء هذا الصباح كان أنه في خلال 8 أيام تمكنت الحكومة من توفير 64 مليار جنيه، مليون جنيه من أجل قناة السويس الجديدة. إذن سوف انتظروا مصر فهي آتية. ولدي تعليق هنا لي بومينغ، لديك رد على هذا؟ أعتقد أن فكرة الموازنة الموجودة في الغرب فكرة جيدة. أرجوكم ارفعوا صوت الميكروفون قليلا. هذا هو الوقت الذي ارتفعت فيه موازنات الدول الكبرى الثمانية، لهذا يجب أن يأتي ويدخل القطاع الخاص في الصورة. وكما قال محمد، فليس ما يفاجئنا أن الإمارات العربية والسعودية والكويت كانت هو أول المتحركين، فقد قدموا أكبر المساهمات. فمثلا هم الذين دخلوا في الصورة أول من دخلوا، فهناك إمكانات في مصر رأوها وعرفوها. فالفرص التي قدمتها مصر والتقدم الذي أظهرته في العام الماضي كان بالفعل رائعاً وملحوظاً. ونحن أيضاً شاركنا بـ 2 مليار وعدد وكمية ضخمة من الأموال تم ضخها في السوق المصري، وهناك الكثير أيضاً والأكثر منه سوف نفعله في المستقبل. وعالم الأعمال يقدم هذه الصورة بشكل واضح. والآن أتحدث، أنتقل إلى مستر لي. لقد تحدثنا في الأسواق الناشئة وأيضا دور الصين في إفريقيا وفي النهضة التي تعيشها إفريقيا الآن، وكما شاركت أنت في مستقبل في مؤتمر في أمريكا في العام الماضي، والكثيرون ينظرون إلى إفريقيا جنوب الصحراء ويرون أنها بالفعل سوق مناسب. هل ستقوم بهذا الدور في إفريقيا؟ وهل مصر تقدم لك الصورة الاستراتيجية المناسبة وتقدم لك ما يناسب الصين من تدخل؟ ما هي أولوياتك؟ من منظوري أنا سوف أشرح لك رؤيتي، لأنني آتي من CSE وهو إقليم في الجنوب الصين، وكانت فيه استثمارات طويلة الأمد في الجانب التجاري. وأعود إلى سؤالك، CSE وهي المنطقة منطقتي لها أهمية عالمية لأنها مستثمر عالمي ولها وزن كبير ولها مخصصات مالية كبيرة للأسواق الناشئة. هذه كانت أول نقطة للنجاح. النقطة الثانية، بالمقارنة لمؤسسات كبرى أخرى، لدينا مخصصات عالية في البنية التحتية وبالاستثمار الأجنبي المباشر وهكذا، فنحن نبحث عن الفرص طويلة الأمد. إذن النقطة الثانية، لماذا؟ لدينا اهتمام كبير للأسواق الناشئة، وحسب ما تمليه علينا تجاربنا نحن نؤمن بأن هناك أسواق ناشئة كثيرة إذا استطاعت هذه الدولة أن تسلك السلوك السليم والطريق الصحيح وسياسة جديدة، أن تنتهج سياسة جديدة في الاستثمارات، فلديها
فرص رائعة وعالية ولديه إمكانات عالية جدا في الاستثمار وخصوصا في على المدى الطويل. إذن لماذا الآن؟ أجيبك وأقول أن هذا الحدث، أنا لا أحتاج أن أتقدم عن أن أتحدث عن أهمية هذا المؤتمر. فهذا المؤتمر بالفعل يعرض لنا بشكل واضح جدا أهمية مصر في المنطقة، وبالنسبة لنا أيضا الاستثمار المتنوع في غاية الأهمية هنا. فالاستثمار والتصدير في مصر هذا سوق عالمي وسوق عام، ولكن ما زال لدينا اهتمام كبير في البحث عن فرص جديدة أخرى، وأيضا تعاون كثير في الاستثمار المحلي سواء في البنية التحتية أو غيرها. ولقد رأينا بأعيننا خطط طموحة تضعها الحكومة هنا، واليوم والأمس أكدوا لنا مرارا وتكرارا أن هذه الخطة الجديدة جيدة جدا وفي صالح المستثمرين الذين سوف يقدمون على إقامة استثماراتهم في مصر من أجل خلق فرص عمل جيدة. شكرا جزيلا لك، وهذه الإجابة واضحة وقد قرر أن يتحدث الإنجليزية. شكرا جزيلا لك. أما الآن فأنتقل لبول بولمان من يونيليفر. أنت 50 عاما في مصر، أليس هذا صحيحا؟ يقول نعم، كنا هنا منذ زمن طويل. أعمالنا في مصر هنا، لدينا 4 مصانع يعمل فيها 10,000 من العاملين، ومرنا مع مصر بأوقات صعبة وأوقات جميلة، وتعاوننا مع الحكومة وكانت خططنا طموحة جدا ليس فقط في مصر ولكن أيضا للتصدير. فنحن من أكبر المصدرين إلى مصر في مصر، وأنا أعتقد أنني سأستمر في هذا النهج. سؤال مستر العبار، عندما تحدثنا معه كان يتحدث عن سلسلة محلات كارفور، وهنا تحدثت أيضا مع الضيف من الصين. إن الإنفاق الاستهلاكي في مصر على مدى 4 سنوات الماضية كان عاليا جيد، كان عاليا جدا، لأن السكان هنا يريدون أن يعيشوا على مستوى عال وكريم. أترى أن هذا سوف يستمر؟ أترى أن هناك نموا قادما ومتزايدا؟ يقول بالطبع هذا ليس مسلما به، ولكن حين استمعت إلى رئيس الوزراء هذا الصباح رأيت خطة طموحة. فالسكان قادرون، الشعب هنا قادر، وهناك خطط مركزة، وإذا كانت هناك إمكانات ما زالت متاحة فهناك فرصة لاستمرار هذا التقدم. واستراتيجية التنمية المستدامة واضحة المعالم، ولكن التحدي الوحيد من أجل إطلاق هذه الإمكانات في مصر هو الالتزام والالتزام المجتمع الدولي. فإذا استطعنا أن نفتح قاعدة الهرم سوف يؤدي هذا إلى فتح باب التعاون، خصوصا في مجالات مثل المرأة وعمل المرأة. فنحن لدينا برنامجا في مصر مثلا من أجل تدريب 2000 امرأة على المبيعات، وأيضا برامج للتمويل 7,000 من أصحاب الأراضي الزراعية. فإذا استمرينا في استثمار في هذه القطاعات نجد أننا قد أرسينا دعائم قوية جدا للازدهار في مصر. سؤال، حين كنت أقوم ببعض البحث عن مصر و أيضا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي رأينا أن هناك 120 دولة لها قطاع، لها سجل مشرف على هذا المدى. فمثلا هل يمكنك أن هل نظرت لهذه الدراسات قبل أن تأخذ قرارك بأن تدخل السوق المصري؟ هل هذه الإدارة التي تريد أن تقطع الخط أو تقطع الطريق على البيروقراطية هي التي شجعتك أم ماذا رأيت؟ يقول جيف، مثلا إذا استمعت إلى يونيليفر أقول إن هناك أماكن رأيت فيها أسوأ مما جرى في مصر على مر السنتين الماضيين. أريد أن أعود هنا لنقطة منذ 2 في أمريكا. خرجنا ب4 نقاط أراها في كل مكان.
البنية التحتية، الإصلاح التشريعي، التدريب والتعليم، وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأرى هذا في كل مكان. أعتقد أن هذه المعادلة تعمل في مصر بشكل ناجح كما تعمل في أي مكان في العالم. فإذا أتينا هنا ومثلا نظرنا إلى مصنع ما وقلنا أنه يعمل فيه حوالي 500 عامل، فمثلا إذا أردنا مضاعفة هذا العدد من العاملين، فمثلا نخلق 2000 فرصة عمل. فأحد المسؤوليات المهمة كما قال الممثل يونيلير هو أننا يجب أن نركز على تدريب والاستثمار في هؤلاء الموردين للخدمات من أجل أن نخلق مجتمعا جديدا. وهكذا المؤشرات تشير إلى ذلك النجاح، نحصل على كهرباء أكثر وندرب بشر أكثر. محمد، أرجو أن أستمع إلى رؤيتك هنا وقدرتكم على إعادة تدريب قوة العمل. هل يمكنك أن تزين من سرعة هذا التدريب أكثر مما قاله الزميل من يولي ريفر مثلا؟ هل يمكن أن يجري هذا في فترة أقل؟ الأمر لا يقتصر على أن يمكن أن يحدث هذا أم ما، إن الأمر يحدث بالفعل والتقدم يحدث بالفعل. فهناك شيئين تغيرا تماما. أنت الآن تستمع إلى كلمة الاقتصاد الشامل، وهناك فهم كبير لمزايا هذا النمو. لا يجب أن تكون عالية فقط، ولكن أن يتم توزيعها، أن يتم توزيعها بشكل رائع. فهنا هذه قضايا اقتصادية، فالاقتصاديات السيئة تؤثر على السياسة والعكس بالعكس. إذن فهناك النمو، وهذا النمو الذي استمع النمو الإدماجي استمعنا إليه من الوزراء، وهذا أمر في غاية الأهمية. النقطة الثانية المهمة هي مسؤولية الشركات، ومسؤولية الشركات في غاية الأهمية، وأنا أراها في أي مكان في مصر. حين أتعامل مع الشركات المصرية أراها في الشركات الناشئة، وهذا يساعدنا بشكل كبير، فهي تحمي أضعف قطاعات المجتمع. فمثلا برامج نقل الأموال تؤثر على المجتمع بشكل كبير وتؤثر على الناس بشكل كبير، ولكنها تجري وتحدث. وهكذا فسوف يعود علينا كثير من المزايا من خلال استخدام المواهب القائمة والموجودة، وأيضا سوف نكسب الأكثر من ذلك إذا قمنا بتطوير وتدريب وتعليم هذه المواهب. إذن فالإمكانات الفعلية موجودة، ويمكنك أن تستثمرها وتكبرها. سوف أسألكم جميعا سؤال، ربما نستطيع أيضا أن نأخذ سؤالا من الحاضرين. هذه منطقة تعيش في فوضى كبيرة، وكما استمعنا من أبوظبي فقلنا أن هناك منطقة آمنة محدودة، سوريا واليمن والانتقالات وثورة الربيع العربي. فما هي خططكم للمستقبل وأنتم تأخذون في الاعتبار هذا الأمر؟ هل ستستمر في الاستثمار في هذه المنطقة رغم عدم الثقة في الثبات؟ نحن في 19 دول ونعمل في 190 بلدا، وهناك بلدان أكثر عدم الاستقرار، ولكن عليك أن تعرف أن الجميع لديهم فرصة لحياة أفضل. أمور نعتاد عليها يجب أن تكون ممكنة للجميع. الشيء الآخر، عليك أن تؤمن أن السلام في هذه المنطقة يتضمن الرفاهية الاقتصادية. هناك يأس كثير يأتي من خلال الفقر. ما نقوم به يوميا أن نجعل الناس تسعى بطريقة أفضل وحياة أفضل هو الإسهام الأفضل الذي نتقدم به في مصر بلدان أخرى لتحسين نوعية حياة الناس، وذلك تقديم المساهمات لهذا الاقتصاد، استقرار الاقتصاد والسياسة الذي نسعى إليه. الهروب من ذلك هو أسوأ ما يمكن أن تفعله. عليك أن تدخل الذكاء بطريقة الاستثمار ليكون التزام. نحن بشر من نفس النوع. عادة ما نتحدث عن جي 2 عالم المجموعتين الصين والولايات المتحدة، عندما الصين سوف تأخذ الثقة السياسية لتستحقها بسبب النمو الذي بها. كيف ترى إلى الشرق الأوسط وكيف تنظر الصين للشرق الأوسط كمستثمر؟ هناك الكثير من طبيعة غير مستقرة في المنطقة، والصين تود أن يكون لها دور في عملية الاستقرار وأيضا فيما يتعلق بالسياسة.
حسنا أرى ما كيف أنظر إلى الشرق الأوسط. الصين أعتقد نحن في البرنامج المسليم للتوسع في ذلك، ولكن الاستثمار العالمي متوفر. أعتقد بالنسبة للمستثمر العالمي فإن الشرق الأوسط في رأيي من وجهة نظر بعيدة النظر تتمكن إمكانات واسعة، ونأمل أن تكون هناك إمكانات على طريق الاستثمار العالمي. من منظور عالمي نرى أنها منطقة هامة للغاية، مرتبطة بأفريقيا وأوروبا وآسيا، تربط ما بين الثلاث، وهي أيضا هامة عالميا، فهو خط تحويل أو نقل، فهو محور. ولذلك بالنسبة للمستثمر العالمي مثل سي اف سي، نعتقد أننا نحتاج مزيدا من الاهتمام نوجهه أن نتفهم أولا هذه المنطقة ونتفهم الأنظمة اللي فيها والسياسات التي بها، وأيضا أن نسعى لحصول الفرص للمشاركة، الأمر الذي سوف يساعدنا لكي نتفهم المستوى المحلي وأن نقوم بعمليات الاستثمار. إذن وبالنسبة للصين، أعتقد من منظور آخر فإن الصين أيضاً دولة نامية. أعتقد أن مجموعة الاثنين هي وفقاً لحجم كل من البلدين، ولكن في الصين أجمالي الناتج القومي دخل الفرد حوالي $7,000. ما زلنا في مرحلة التنمية، لدينا الكثير من العمل الذي نقوم به لكي نحسن من مجتمعنا ونحسن من رفاهنا الاجتماعي لكل السكان في الصين. ولذلك بالرغم أن الصين لديها بعض الاحتياطي، ولكن هذا متنوع في الاستثمار العالمي، وهو الطريقة والخيار العقلاني السليم، الأمر الذي يساعدنا على تنوع احتياطنا، وفي نفس الوقت يستطيع أن يساعد مناطق أخرى، لأن بعض المناطق تحتاج إلى رأس مال أكثر. هذا شرط جيد من أجل المكسب المتبادل، فلنصفق له. جيف سلسومة، محمد يسعدنا، ساسمي، في ختام ولأول مرة نقدر إساهاماتكم ومساعدتكم. التصفيق لهم جميع المشاركين هنا في هذا المنتدى.